السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الفيديو متعلق بكلمات الأقارب والعائلة اللي هما السلكتن، اسم كل الأقارب، أقرباء الأب وأقرباء الأم. بابا الأب، فارفار الجد أب الأب، فارمور الجدة أم الأب، فاستر العمة اللي هي تكون أخت الأب، فاربرور العم أخ الأب، كوسين يأتي بمعنى ابن العم وابن الخال وبنت العم وبنت الخال أيضا. أقرباء الأم، ماما الأم، مورمور الجدة اللي تكون أم الأم، مورفار الجد أب الأم، موستر الخالة اللي تكون هي أخت الأم، وموربرور الخال أخ الأم. أتمنى تكونوا مستفادين من هاي الفيديوهات. تابعوا قناتي على اليوتيوب تعلم اللغة السويدية بسهولة مع نور، وصفحتي على الفيسبوك مع تحياتي نور.